هذا فيه زجال وشاعر وروائي اللي غادي نقولوا ماشي من بن سليمان ولكن من مدينة المحمدية. اشنو كيبالك في مهرجان انصاف ديال بن سليمان؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنشكر مدينة بن سليمان والشكر موصول لمدينة المحمدية لاني ترعرعت فيها وتزاديت فيها، وكنبغي نبدا بواحد القولة الزجالية من تاليف الخاص. ايه يا بلادي محلاك من جودي عليا برداك، انا منك وانت مني، سبحان من زينك وكساك، سلطان طويلة وعريضة ومع كل تغريدة نطلب الحق يحفظك ورعاك. يعني هذه مهداة للبلد ديالي كامل، سواء المغرب والمحمدية ولا مسلمان، لان احنا اولاد البلاد واحدة وهي المغرب، وكنتمنوا لها الامن والامان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونصر العلوي. اشنو كيبالك في مهرجان انصاف؟ هو مهرجان يعني هو اللي بغينا نهضروا صراحة، يعني يفيق واحد الحماس اللي كان ناعس، وكنتمنى من مدينة المحمدية، وهذه رسالة كنوجهها للناس الفعالين في مدينة المحمدية، الشعراء والزجالة والمثقفين، باش يديروا حتى هما شي مهرجان يكون في المستوى، لأن احنا عندنا طاقات ولا سيما في مدينة المحمدية، هناك طاقات جديرة بالاستماع ونستمعوا لها وحتى هي ونحضنوها بحال مدينة مسلمة. باش تكون طاقة موحدة إن شاء الله ونزيدوا بها البلاد قدام بحول الله. واش ما لاحظتيش هذا الالتفاف حول المنظمين ديال المهرجان بالنسبة ديال المجلس البلدي ديال بن سليمان، ولا عامل عملة بن سليمان، ولا الفنانين ولا الزجالين ولا ملتفين حول المنظمين باش ينجحوا هذا المهرجان؟ نعم. ومع العلم بان مهرجان اللي كان داز في مدينه محمديه ديال المهرجان فرحه العمر للزفاف، نعم، كان غياب مسؤول مدينه محمديه. نعم، هذا الشيء اول نقطه اللي كنبغي نشير ليها، وانا جد مسرور بالناس الفعالين في مدينه بن سليمان، لانهم كنحس بهم يد وحده، وكنتمنى وعارف بان اولاد المحمديه والمحمديه مدينه معطاء وجميله، ومدينه الزهور هي مدينه الزهور الاولى، وكنتمنى تكون حتى هي في المستوى. اما بالنسبه لهذا الامر هذا اللي كان هذاك العرس يعني وما كانوش فيه ناس فعالين، وهذه كنتمنى ان شاء الله من هنا لقدام نكفوا الجهود كاملين ونديروا يد في اليد باش ننجحوا اي مهرجان، فما كان الموضوع ديالو اما يكون فيه الثقافه او الفن او الرسم او الشعر والزجل وما الى ذلك. كلمه لمسؤولي عماله المحمديه. انا كنوجه من هذا المنبر ومن مدينة بن سليمان المدينة الخضراء، وكنوجه من المدينة الخضراء إلى مدينة الزهور ومدينة الورود، بأن راه هناك كاين فعاليات وكاين كفاءات وكاين يعني قوة، ولكن خص الإنسان المهتمين والمسؤولين يهتموا بها، لأنها يعني في المستوى وغتبيع وغتحمر وجه المدينة كما كنقول.